هو فعليا ما راح يأثر علي كثير، وخصوصا انه منافس نتنياهو بيني جانس، وهو يعني الحزب ابيض ازرق هو نفس سياسة الليكود ولكن بطرق اخرى يعني، ولكن هما نفس السياسة. اليمين الاسرائيلي بشكل عام مبني على عقائد موحدة، وهم نفس السياسات يعني في أمور اللي بتتعلق بالجرائم والأمور اللي بتتعلق بالحدود والمستوطنات، فبعتقد أنه هي نفس السياسة ما رح يأثر كثير شغلات. نتنياهو سيمضي قدما في تنفيذ صفقة القرن يعني بالفهم الإسرائيلي، أي يعني بفرض السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية وضم الأغوار وشمال البحر الميت وغيرها من المناطق، وبالتالي القادم من جهة إسرائيل هو المزيد من يعني السياسات التوسعية والقمعية ضد شعبنا. مش رح يأثر علينا لأنه سواء كان يمين ولا يسار إسرائيلي وكله نفس الاتجاه وكله ضد الشعب الفلسطيني، بكل الأحوال يعني مش رح يغير علينا أي شيء. فالحل الوحيد هي المقاومه المسلحه وبس، ما فيش عندنا مقاومه شعبيه، هذه كله هراء وكلام فاضي يعني. يا اما بصير في مقاومه بمعنى كلمه المقاومه، يا اما بلاش. يعني احنا كفلسطينيين وصلنا، بعتقد العالم انه احنا وصلنا لأسوأ مرحله اللي هي صفقه القرن، ويجي عليها راس الحكومه الاسرائيليه نتنياهو. احنا نتمنى لو في واحد اعطل من نتنياهو يجي على راس الحكومه الاسرائيليه حتى يستوي هالطبخه. طبخة فلسطين استوت، وإحنا الشعب العربي الوحيد اللي عارفين وين رايحين. إحنا رايحين باتجاه التحرير. نتنياهو أو غير نتنياهو هو اللي راح يسرع في حل هاي القضية، قضية فلسطين اللي ركنوها على الرف. على بخصوص الانتخابات الإسرائيلية والفوز في الانتخابات الإسرائيلية، مش راح يفرق علينا مين راح يجي، نتنياهو رئيس وزراء إسرائيلي، نتنياهو أو غير نتنياهو، لانه في النهايه هم وجهين لعمله واحده. لو بده يجي واحد ثاني هي المهم السياسه، سياستهم وين رايحه. هلا سياستهم هم ما بدهم ايانا كشعب احنا نتحرر ونعيش.